اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر النهار وانا معكم محمد الباز. الفكره الاساسيه اللي محتاجين نتوافق عليها جميعا في مصر الان ان احنا عايشين في بلد عندها مشروع بناء كبير جدا. مصر فعلا في مرحله بناء. ناس كتيره ممكن تعترض على هذا الكلام او على هذه الفكره ويقول لك لا احنا معترضين، يعني ايه نتوافق على ان مصر في مرحله بناء وبعدين مرحله البناء دي هتفضل على طول، هتفضل يعني سنين اكتر من كده؟ ما احنا بتقولوا لنا ان احنا من 2013 واحنا بنعيد بناء مصر من جديد وفي معركه اسمها معركه البناء، لانه الناس تسلمت مصر الحقيقه بعد 30 يونيو بعد عقود من الاهمال، مش عايز اقول المتعمد ولكن من الإهمال الشديد والفساد الشديد والتدني الشديد في كل الخدمات. هقولك إنه ده مش كفاية، من 2013 لحد دلوقتي نتكلم فيه 8 سنين مش كفاية. لما تيجي تتكلم عن بلد بتتبني فالدول تبنى فيه سنين طويلة، خاصة لما يكون الوضع زي ما بقول لحضراتكم، يعني عبر عنه الرئيس ذات مرة وقال لك إحنا في شبه دولة. مرحلة البناء دي بيبقى ليها متطلبات وبيبقى ليها ضريبة بتدفع وبتبقى ليها نتائج. اللي احنا عايزين نتوافق عليه هنا ايه؟ انه لو متطلبات بناء البلد بناء مصر مش متوفرة، ولو ضريبة هذا البناء اللي كلنا جميعا مفروض ندفعها ما دفعناهاش، فطبيعي انه مش هيبقى فيه نتائج لهذا البناء. أنا مقدر إنه في ناس كتيرة جدا يعني أديرت في السنوات الأخيرة بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي. لكن في برضو فئات كتير وناس كتيرة جدا لم تتركها الدولة تقع، لأنه أنت كان مطلوب من الجميع إيه؟ إنه يمد إيده ويشتغل ويساهم ويدعم البلد في معركتها، لأنه كانت حاجات كتيرة جدا منهارة. ليه بقول هذا الكلام؟ لانه النهارده الحقيقه الاجتماع اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضره وزير الكهرباء وكان معهم طبعا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، يقول لك حاجه، يعني العنوان العريض بتاع هذا الاجتماع اللي حضراتكم شايفينه هو بيتكلم على انه الرئيس بيتابع مساهمه وزاره الكهرباء في المشروعات او استراتيجيه وزاره الكهرباء في المشروعات بتاعتها. لما تيجي تتأمل المشروعات بتاعت وزارة الكهرباء هي شغالة في ايه، هتلاقي هذه المشروعات ليها امتدادات يمكن في 7 مشروعات اخرى كان بيتم مناقشتهم النهاردة. يعني اللي هو ايه، الرئيس عايز يطمن على انه الوضع الكهرباء ليه مشروع الدلتا الجديد، اللي هو المشروع اللي هو فيه 2.2 مليون فدان، في تنمية جاية، في امتداد عمراني هيحصل، فعاوزين نبقى مشروعنا في تأمين الكهرباء المشروع ده ايه كذا. طيب في توسعات وبناء في الساحل الشمالي، فنتابع شغل وزارة الكهرباء عشان توفير الامدادات الكهربائية لمنطقة الساحل، الساحل الشمالي الآن ومستقبل، فتلاقي في بنى او في زراعة وتنمية في مشروع الدلتا الجديدة، ده مشروع متداخلة معاه وزارة الكهرباء. وبعدين الامتدادات العمرانية وحركة البناء والتعمير في الساحل الشمالي، فعاوزين كهرباء فنوفر الكهرباء. عملتوا ايه في مسألة الكهرباء للساحل الشمالي؟ وبعدين المشروع الثالث اللي هو توفير البنية عشان الربط الكهربائي مع ليبيا، وبعدين توفير الامدادات الكهربائية للمشروع تنمية سيناء، ليه مشروع. وبعدين عملتوا ايه في الاتفاقات مع او الاستفادة من الخبرات العالمية في مسألة توليد الهيدروجين والطاقة المتجددة. وبعدين فتلاقي كل وزارة لما يقول لك مشروعات وزارة الكهرباء، فتلاقي وزارة الكهرباء داخلة مع كل المشروعات الكبرى اللي بتحصل. حالة البناء دي أنا هنا باخد ملمح، لأنه حضراتكم كنت تابعتوا كلكم ما جاء في البيان الرسمي عن هذا اللقاء، لكن أنا بعمل إشارة إلى أنه في حركة بناء كاملة بتتم في البلد. لو تم استعجال نتائج هذا البناء أولا مش هيكتمل ومش هتستفيد بنتائجه، وهو ده اللي فيه ناس كتيرة بتحاول تعطله. هي يقولك إيه،
اصل الدوله وهي بتبني خلاص ما عادش عندها حاجه بتمد ايدها في جيب المواطنين، والحكومه دي حكومه جبايه، والحكومه دي بتاخد كل حاجه من الناس، والناس ما عادتش طايقه، والناس ما عادتش قادره، و الى اخره. ده كلام احنا بنسمعه؟ اه طبعا بنسمعه. وفي ناس قد يكون لديها حق فيما تقوله، لانه يمكن المفروض عليها او الرسوم والحاجات اكتر من دخلها، اقول لك اه ما نقدرش ننكر ده. لكن في النهايه في حقوق للدوله لابد ان توفى. يعني انا مثلا ابقى واقف جنب الراجل اللي دخله قليل ومرتبه قليل وفي اعباء كتير عليه. لكن النهارده مثلا كانت في حاجه غريبه جدا لما مصلحه الضرايب وجهت كلامها لي اللي هم اليوتيوبرز والبلوجرز اللي بيشتغلوا في عبر السوشيال ميديا، وقالوا لهم كل واحد بيشتغل يوتيوبر او بلوجر يروح يسجل نفسه زي ما هو نصا كده، يسجل نفسه في المأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطه، ويعمل ايه كمان؟ يفتح ملف ضريبي والتسجيل في مأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل في مأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500,000 جنيه خلال 12 شهر من تاريخ مزاولة النشاط. في ناس كتيرة مش واخدة بالها، ايه ده؟ يعني ايه الحكاية دي؟ يعني ايه يوتيوبر ويعني ايه بلوجر؟ في يا جماعة بعد يعني الثورة التكنولوجية اللي حصلت دي، ناس بقت وظيفتها هو اسمه وظيفته كده يوتيوبر، يعمل ايه؟ يسجل فيديو ويحطه على اليوتيوب. يشتغل بلوجر بيعمل برضه يكتب حاجات ويعمل نشاط ويعمل اعلانات لناس ويطلع يتكلم في القضايا العامة، فدول فئتين موجودين عبر السوشيال ميديا بيكسبوا كتير جدا. الدولة دلوقتي بتتكلم، مصلحة الضرايب بتقول يا جماعة كل واحد شغال يوتيوبر، كل واحد بيشتغل بلوجر يروح يسجل نفسه، وقالوا انه من بداية 12 شهر عدوا عليه فعمل 500,000 جنيه، فيبقى هنا لابد ان يقوم بتسجيل نفسه. طب خلونا ناخد معلومات زيادة من اصحاب الشأن، وابدأ اقول لحضراتكم هو ايه الموضوع، وفي ليه ناس يعني مخضوضة، وفي ليه ناس دلوقتي بتنتقد. خلونا نستمع من دكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافس بمصلحة الضرائب المصرية. دكتور سيد أهلا بيك يا فندم. دكتور سيد معانا يا شباب؟ دكتور سيد طيب خلونا نتابع معاه، خلونا نتابع معاه. ففي ناس لما طلع هذا الكلام، لأنه طول الوقت خلال السنين اللي فاتت كانوا بيقولوا إنه اليوتيوبر ده أو البلوجر ده بيكسبوا من الهوا، يعني هو ناس بيعملوا فيديو اي فيديو قاعدين يهزروا قاعدين يهرجوا. في ناس منهم بتعمل محتوى اللي هو صانع محتوى، في ناس بتعمل محتوى كويس، يعني ما حدش يقدر يقول لك ان البلوجرز واليوتيوبرز دول كلهم بيعملوا كلام فاضي، او ناس يعني بتهيس، او ناس بتحاول تجذب الجمهور لمشاهدتهم باي كلام فاضي معقول. لا، في ناس بتعمل محتوى كويس وفي ناس بتكسب فلوس كتير. لكن هي المشكله ايه دلوقتي؟ انه بدا يقول لك طب هو اليوتيوبر ده الراجل اللي هو صانع المحتوى ده على اليوتيوب على السوشيال ميديا اللي بيعمل فيديوهات بس، لا احنا هتلاقي فيه يوتيوبر مباشر وغير مباشر. بمعنى المباشر ده الراجل اللي بيحط الفيديوهات، يعني بيصنع يجي يصور نفسه كده ويعمل نفسه فيديو وبعدين يعرض هذا الفيديو فيكسب فلوس، او الفنانين او حتى الاعلاميين اللي هم بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، دول برضو داخلين في هذا الاطار. طب تقول لي في مكاسب؟ اقول لك في مكاسب كتير جدا. في موقع يا جماعه، موقع اسمه سوشيال بليد، مش كده؟ سوشيال بليد. الموقع ده لما تدخل عليه، هوري لحضراتكم كده صورته، لما تدخل عليه تشوف المكاسب اللي بيحققها الناس اللي شغالين في صناعه المحتوى على اليوتيوب، اهو دي صورته اهي اللي هو السوشيال بليد. ناس ممكن تدخل عليه تكتب اسم اليوتيوبر باسم القناه بتاعته، كويس كده؟ فانت هتلاقي بقى ارقام غريبه جدا. يعني في اتنين اسمهم ندى واحمد بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب،
لما تيجي تبص كده هتقولنا فتلاقي كده ايه المكاسب بتاعتهم في السنه 9 مليون دولار. 9 مليون دولار اللي هي حاجه ايه يعني، في ناس يقول لك ايه بيقولوا بعد 12 شهر يحققوا 500,000 جنيه، ده كلام فاضي يعني 500,000 جنيه ده. فتلاقي دول بيكسبوا 9 مليون دولار في السنه، تمام؟ يعني بيتراوح مكسبهم تحت كده من 562,000 دولار ل 9 مليون حسب المشاهدات اللي بيعملوه. في اتنين تانيين اسمهم يوميات حمدي ووفاء. يوميات حمدي ووفاء دول مشهورين جدا، يعني اللي هو في ناس دلوقتي ممكن تبقى هيقول لك مين دول ودول بيعملوا ايه ودول بيشتغلوا ايه، انا بقول لكم دول عاملين يعني كل اتنين عاملين دوتهات كده دوتو، وبعدين يعملوا فيديوهات ويطلعوا يهزروا ويتكلموا مع الناس. دول مكاسبهم في خلال السنه بتتراوح من 276,000 دولار ل 4.4 مليون دولار في السنه. عندك مثلا محمد رمضان فيديوهاته على اليوتيوب مكاسبه من اليوتيوب بس من 192,000 ل 3.1 مليون دولار، تمام؟ طيب حسن شاكوش، احنا بنستعرض لحضراتكم الاول الناس. حسن شاكوش مثلا من القناة بتاعته على اليوتيوب بيتراوح ما بين 134.3 و 2.1 مليون دولار. نتكلم بمليون دولار، ده مكاسبهم السنوية. هتلاقوا بقى اللي جايين دول اسمهم أحمد حسن وزينب، دول مشهورين اللي هم كانوا، لأن دول راحوا للنائب العام وكانوا بيعملوا فيديوهات وبنتهم الصغيرة يستغلوها في فيديوهات، وهم بيربوها ازاي وبيغيروا لها ازاي وبيهننوها ازاي وبتاع. فدول برضو مكاسبهم في السنة ما بين 89.5 ألف دولار إلى 1.4 مليون دولار. تتكلم على أرقام ضخمة جدا. سامر المدني، كل دول شغالين أو مستهدفين الوقت بمسألة الضرائب دي. مكاسبهم كام؟ 26.2 ألف ل 419,000 دولار. دنيا عزيز 24.9 ألف ل 398,000 دولار في السنة. توينز هيكل 17 ل 283,000 دولار. ناصر هيكل 9,000 ل 157,000 دولار في السنة. علي غزلان، علي غزلان حضراتكم تعرفوه، يعني هو كان يوتيوبر مشهور جدا، والوقت تلاقي مكاسبه من 672 ل 10,000 دولار. بس علي بعد ما خد خير اليوتيوب هو الوقت عنده سلسلة مطاعم، ربنا يكرمه ان شاء الله. عمرو راضي نفس الحكاية، يعني هو علي غزلان خد فلوس اليوتيوب وعمل سلسلة مطاعم، عمرو راضي الوقت شغال في الكافيهات، فيعني كافيهات. وكان مشارك هو يوتيوبر اخر اسمه مصطفى حفناوي الله يرحمه، لكن عمرو راضي بيشتغل، فتلاقوا مكاسبهم دلوقتي اقل لان هم اهتموا بالنشاط التجاري. هتلاقي بقى حاجات زي دي كتيره جدا. فاذا لما الناس تتكلم على انه دول بيكسبوا ومفروض ان هم يسجلوا نفسهم، فاذا انت قدام حاجة محتاجة شرح. خلينا نرجع رجع لنا دكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصري. دكتور سيد أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ محمد. يعني النهارده التوجيه اللي طالع من رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر لصناع المحتوى على اليوتيوب اللي هم اليوتيوبرز والبلوجرز، يعني اشرح لنا هذا التوجيه يا فندم، لأنه في بعض الناس بيقول لك اصل انتوا هتاخدوا كده ضرايب على حاجه يعني مش مقابل خدمه، وهل الضرايب بتتاخد على حاجه مقابل خدمه؟ يعني الاول التوجيه ايه وتفاصيله ايه؟ طيب تسمح لي حضرتك نوضح لحضرتك معاليك والساده المشاهدين ان حضرتك الافراد دول بيمارسوا نشاط، النشاط دوت نقوله كده يعني نعرف بعض الحاجات فيه. أيوه. نقول ان مثلا عندي في مقاطع المهرجانات اللي قدموها بعض المطربين، عندي التمثيل، عندي الاغاني، هذا كده مجموعه الفنون اللي بتبقى موجوده، عندي مثلا بلوجرز اللي هم المروجين للسلعه او الخدمه،
عندي حضرتك مقاطع فيديو لتقديم خدمات استشاريه زي الاستشارات القانونيه، استشارات ماليه وطبيه، كل يعني انا بدي مثال طبعا. هو ده مفيش حصر كامل ليها، ولكن زي ما بحكي لحضرتك كده ده مثال ليها. طبعا انا عندي المفروض وفقا للقانون 91 سنه 2005 ضريبه على الدخل، ان اي حد بيحقق ارباح من اي نشاط هو بيزاوله المفروض ان هو بيفتح ملف ضريبي عشان خاطر يؤدي حق الدوله، لان هو بيحقق ارباح من نشاط معين هو بيزاوله. عندي طبعا ان الكلام ده ما هواش بياتي بضريبه جديده. نضيف بس ليه كمان حاجه تانية، بنقول ان انا لما يكون الخدمه اللي بيقدمها او الخدمه اللي بيقدمها تكون خاضعه لضريبه القيمه المضافه، المفروض بمجرد ما بيبلغ ال 500,000 بيبدا ان هو يحصل الضريبه اللي هي الضريبه غير مباشره. 500,000 دول بعد بيحققهم بعد مضي 12 شهر على بدايه نشاطه. هو لو بلغهم من قبل ذلك المفروض ان هو خلال ال 12 شهر المفروض يعني ايهما اقرب يعني. الله ينور على حضرتك بالظبط كده، لان هو بس هو بيبقى مطالب ان هو بيحصل الضريبه وراها، هو مش متحمل عبئها، هو اللي بيتحمل عبئه هي الضريبه على الربح اللي بيحققه وفقا لضريبه الدخل، لكن الضريبه اللي احنا بنتكلم فيها ضريبه القيمه المضافه هي ضريبه غير مباشره بيتحمل عبئها متلقي الخدمه او متلقي السلع. تمام. بس لا يعني احنا لم ناتي بقانون جديد ولا بضريبه جديده، احنا بس عايزين نحقق العداله الضريبيه، لان في ناس بتحقق ارباح وتحقق ايرادات وهي ما بتمتثلش الاحكام القانون، وده طبعا مش من العداله والاقتصاد. طب انا يعني دكتور سيد معلش، يعني حضرتك هنا بنقول ان هذا القرار بيستهدف اولا هو ليس ضريبه جديده، ثانيا بيستهدف العداله الضريبيه، ان في ناس بتحقق مكاسب كبيره جدا ومش مفروض عليهم ضرائب لكن انا هتوقف عند تعليق حد كتبه، خلينا برضو نفنده لانه احيانا بيبقى الناس مش يعني مدركة ابعاد القرار او ابعاد القانون. هستعرض مع حضرتك احد اللي علقوا على هذا الموضوع، اسمه بلال عزت، وهو برضو من اليوتيوبرز اللي موجودين. بيقول ايه يا فندم؟ يعني ايه ادفع ضرائب على حاجة انا بصورها بالكاميرا بتاعتي اللي من فلوسي وبمنتجها على اللابتوب بتاعي وبصورها في غرفتي وبرفعها على نت انا دافع فلوسه وبرفعها على موقع امريكي حتى مش مصر، انت بقى عملت ايه في كل الدايره دي عشان اديك فلوس؟ هنا ده مثلا تعليق، يعني تقول لنا على الكلام ده ايه يا فندم؟ يعني حضرتك انا عندي، خلينا بقى حضرتك في الحاجه ندي مثال اخر، الراجل صاحب المحل مثلا اللي بيبيع سلعه بحضرتك خد بالك، هو راجل بيشتغل بفلوسه وبيتاجر في فلوسه وبيشتري وبيبيع، حضرتك خد بالك هو راجل مقيم في مصر، فالمفروض خد بالك اقامته في مصر وممارسه هذا النشاط المفروض ان الدوله لها حق عليه. تمام. احنا كلامنا لم ناتي بيه بجديد على فكره، ده كل دول العالم بتعمل كده مش احنا بس. حضرتك احنا دلوقتي خلاص يعتبر في ظرف يعني في شهور قليله هتاخد بالك ان شاء الله تتعدى على صابع اليد الواحده ان شاء الله، فمع منظمه الاو سي دي في تنظيم لعمليه تحصيل الضريبه الكترونيه، الضريبه على التجاره الالكترونيه هتخبر. ايوه ما هو ده انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه، لانه الوقت التجاره الالكترونيه دي حاجه وتحديدا ده نمت بشكل يعني جنوني بسبب كورونا. تمام. الناس هتعمل فيها ايه؟ لانه دي بضائع داخله وبضائع خارجه وناس بتشتري وناس بتبيع ومحدش بيقول لهم سلام عليكم، فدول هيتم معاهم ايه يا فندم؟ ما انا بحكي لحضرتك احنا دلوقتي انشانا في مصلحه الضرائب وحده التجاره الالكترونيه، هذه الوحده فيها مجموعه من الكفاءات اعلى الكفاءات اللي موجوده في المصلحه، دول عندهم هتقبل خبرات تكنولوجيه عاليه جدا، عندهم المام بالضريبه كويس جدا، عندهم كمان الخبرات في الضريبي، احنا عاملين ابرامنا بروتوكول تعاون بيننا وبين وزاره الاتصالات عشان خاطر نستقل المعلومات اللي احنا عايزينها عن تعاملات هؤلاء الافراد، واحنا كمان السيستم الجديد اللي بيطبق في مصلحه الضرائب مع موضوع الميكنه مربوط بكل اجهزه الدوله في الحصول على اي بيانات انا عايزه من اي جهه في الدوله على مستوى الدوله. تمام. فحضرتك احنا الفكره كلها احنا كانت مشكلتنا في الاول خالص هي مشكله معلومه بالزبط. لكن دلوقتي ان شاء الله مع توافر المعلومه احنا عشان كده بنطلع بالبيان، سواء البيان بيصدر عن معالي وزير الماليه او عن رئيس المصلحه، البيان ده بيطلع عشان خاطر بنناشد، انا مش مصلحتي ان انا احاول حد للتهرب، احنا بنناشد وبنقول عشان خاطر يبقى احنا مدينا ايدينا لكل يعني عشان المواطنين يبقوا هو كل واحد عارف ايه حقوقه وايه واجباته بالظبط كده. يمكن الفتره اللي فاتت ما كانش فيه الكلام ده، لكن احنا دلوقتي بنقول بقى خلاص
احنا خلي بالكو احنا دلوقتي عندنا معلومات كتير، ودليل على كده احنا في 4 حالات اتحلوا للنيابه الفتره الماضيه، ولكن احنا مش بنرحب بده، احنا عايزين الناس كلها تمتثل لاحكام القانون والناس كلها تؤدي حق الدوله. اربع حالات اللي اتحلوا النيابه دول ايه يا فندم؟ بتوع ايه؟ ده 4 حالات يا فندم برضه تجاره الكترونيه. تجاره الكترونيه، يعني في حالات أحيلت بتهم التهرب الضريبي في مسألة التجارة الإلكترونية، بيمارسوا التجارة الإلكترونية وغير المسجلين في مصلحة الضرائب المصرية. تمام. بشكرك جدا دكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية. طيب هنا المسألة إيه يا جماعة؟ محتاجين المسألة، مش محتاجة مساحة الفهلوة، لأنه مساحة الفهلوة دي بتبقى على كذا مستوى، اللي هو إيه؟ انه يقول لك لا الدوله ملهاش حق، واحنا زي ما قال مثلا بلال، وانا بصور بالكاميرا بتاعتي ومنتج على اللابتوب بتاعي وبرفع على الموقع الامريكي، انت عملت ايه كدوله؟ حاله الفرديه دي وحاله احساس الناس ان هي مش عايشه في دوله، ده كلام خطا من الاساس، لانه هذه الضرائب انت ممكن ما تكونش خدت خدمه مباشره في النشاط اللي انت بتعمله ده، لكن انت بتاخد خدمات اخرى غير مباشرة، هذه الخدمات الأخرى بتتعمل بالضرائب اللي الناس بتدفعها. وبعدين في حالة من الجنون يا جماعة، الجماعة بتوع اليوتيوبرز والبلوجرز دول بالملايين، أنا استعرضت لحضراتكم بالملايين الناس بتحققها، وفي شباب صغيرين جدا ربنا يبارك لهم طبعا، اللي هم عملوا سلسلة مطاعم وسلسلة كافيهات وسابوا الحكاية، الفلوس دي تلاقي إنه في واحد بيحقق مثلا في السنة زي ما حضراتكم شفتوا $1,000,000 ولا $1,500,000، وفي ناس بقى يعني $9,000,000 و$4,000,000 في مكاسب رهيبه جدا. انت هنا بتتجه الى ضبط هذا المشي، فالفهلوه ان يقول لك لا احنا ايه ما لهمش في الحكايه. فهلوه تانية مثلا لقيناها بس هي ايه؟ فيها خفه دم، يعني خفه دم مصريه، احد الناس اللي هم ورونا كده شباب، احد الشباب اللي هو يوتيوبر كان كاتب التعريف بتاعه يوتيوبر قبل القرار، وبعدين بعد القرار افتحوا لنا شوية. قبل القرار كان راجل يوتيوبر عادي بسيط جدا اهو، بلوجر يعني هو ايمن مصطفى قبل القرار بلوجر ات فيسبوك، وبعدين بعد القرار قال لك مساعد شقيف عموم يعني هنا. وبعدين ايه؟ وبعدين هو قال لك مش انت صانع محتوى وربنا ما حصل، انا صانع فهلوه. في حاله من الانفلات العام حصلت في حاجات كتيره جدا خلال السنين اللي فاتت. لما البلد تبدا تعمل حاله من الانضباط مفروض كل الناس تبقى معاه. احنا محتاجين البلد اللي بتتبني دي نبقى عايشين فيها صح، عشان نبقى عايشين فيها صح انت ليك حقوق مفروض ناخدها وعلينا واجبات مفروض نأدي. طيب عايز اقول لحضراتكم على حاجه مهمه جدا احنا يمكن كنا بننبه عليها كل شويه، وهي مساله الموجه الرابعه بتاعه كورونا. الاعداد بتزيد، الموجه الرابعه بتاعه كورونا والاعداد بتزيد، بتلاقي الشائعات بتحاصر البلد، وسبحان الله من اللحظه الاولى لكورونا وكأن مفيش كورونا في مصر، فالناس تطلع اشاعات على البلد دي. يعني الاعداد زي ما حضراتكم كده شايفين، يعني 20 سبتمبر كنا 679، 21 سبتمبر كنا 688، 22 سبتمبر 692، بقينا في 23 سبتمبر 722، 24 سبتمبر 586، ده كده احنا نزلنا الحالات، نزلت يا شباب 568. خلونا نسمع من دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاداره المركزيه للشؤون الوقائيه بوزاره الصحه. يا دكتور عبد الفتاح اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور محمد ومشاهدينا الكرام. اهلا بيك. يعني انا عندي حاجتين يا فندم، الوقت الملامح الاساسيه لهذه الموجه عشان الناس تبقى مطمنه، و الوزارة، لأنه أنت عارف الوقت في شائعات، مفيش استعدادات، مفيش أدوية، مفيش مستلزمات. إحنا الأول الملامح الأساسية لهذه الموجة إيه يا فندم؟ هو أولا حضرتك إحنا بقالنا دلوقتي فترة يعني تتخطى
3 أسابيع احنا في عندنا زيادة في الأعداد الإصابات على أساس يومي. يمكن الحاجة الوحيدة بس إن امبارح يتسجل عدد أقل اللي هو 568 حالة. احنا ده كله طب ده تفسيره إيه يا فندم؟ يعني احنا 23 كنا 722 وبعدين تاني يوم سجلنا 568، يعني في فرق كبير. يعني هو ما بتتحسبش ان احنا بدأنا ننزل. طبعا كلنا نتمنى من ربنا ان احنا نكون بننزل، بس هي بتتقري بطريقة تانية يا فندم. القراءات الوبائية بتتقري عدة قراءات. يعني لا يكتفى بيوم واحد او يومين او ثلاثة عشان اقول ان انا بنزل او بزيد. لازم بنلاحظ ده على اساس او على سكيل اكبر شوية. طبعا ممكن السر ده ان معظم الاصابات حاليا يا فندم بتبقى حالات هو انتشار المرض وقدرة الفيروس على العدوى هي اكثر كثيرا في الموجة الرابعة، لكن الاعراض في معظم الاحيان بتبقى قليلة، ما بتبقاش اعراض خطيرة بتخلي حد كتير يروح للمستشفى. فعشان كده ممكن يعني نقول ان انخفاض الاصابات ممكن ده مرجعه ان الناس اللي بتتصاب بتاخد اعراض بسيطة. وعشان كده كانت وزارة الصحة يا فندم بنقول دايما ان ما بتشك ان في عندك اعراض تنفسية توجه الى اقرب منشأة طبية تابعة لوزارة الصحة، هي اللي هتبقى الفصل وهي اللي تقول لحضرتك بالظبط ايه الوضع، اذا كانت نزلة برد او اذا كانت كورونا او اذا كان غيرها من الاعراض التنفسية. طبعا يا فندم بمناسبة الاستعداد، طبعا احنا كل موجة بنتعلم منها حاجات كتير اكتر واكتر. صحيح. واكاد ازعم ان جمهورية مصر العربية من الدول اللي بتتصرف على اساس علمي وعلى منهجية علمية واضحة وثوابت واضحة يا فندم. بنهاية الموجة السابقة بيبقى على طول تعليمات من معالي الوزيرة، مراجعة الموقف، الوقوف على مواضع القوة او ما دون ذلك. طبعا بنبني عليه حاجات كتير. مستشفيات وزارة الصحة جاهزة بكل المستلزمات وأدوات الوقاية الشخصية للفريق الطبي والأدوية بما فيها خطوط العلاج الأحدث الموجودة على مستوى العالم. والأكسجين يا دكتور محمد، الأكسجين مخزون الأكسجين يا فندم، هو أقول لحضرتك حاجة، يعني كانت فعلا تعليمات حكيمة من معالي الوزيرة أن الأكسجين يكون مخزن على أساس جغرافي. احنا دلوقتي طبعا يا فندم عندنا كميات كبيرة جدا من مخزون الاكسجين، سواء التنكات او اسطوانات الاكسجين تكفي بدون اي مشاكل خالص للتعامل مع اي عدد من المرضى. والاهم من ذلك ان هي موزعة على اساس جغرافي على كافة المناطق لسهولة وصولها لاي منطقة من مناطق الجمهورية المختلفة. فطبعا البروتوكول تم تحديثه الاصدار الخامس. دكاترة والفريق الطبي بصفة عامة تم تدريبه على بروتوكول العلاج وعلى التعامل مع الحالات وعلى مكافحة العدوى. احنا حضرتك يمكن بنشتغل على شقين متوازيين، شق ما يخص الإصابات وعلاجها بالمنشآت الطبية، والجزء الآخر تسريع وتيرة اللقاحات، وهذا هو الأهم يا فندم. الأهم صحيح. ده أنا كنت أسأل كنت أسأل حضرتك كمان، لأن احنا عندنا متغير مهم هيبدأ يوم الحد بكرة على طول، انه هتتفتح مراكز الشباب في المحافظات وتسجيل المواطنين هيتم ويتلقوا اللقاح في نفس الوقت، يعني اكد لي المعلومه او صححها لي يا فندم. طبعا يا فندم هي كانت تعليمات معالي الوزيره. حمله مع المطمئن يسجل الان جابت محافظات الجمهوريه المختلفه وعملت رفع وعي بصوره غير مسبوقه، وده جزء من السوشيال موبيلايزيشن او التحريك المجتمع لرفع الوعي، وفعلا لقينا النتائج بتاعتها كويسه. معالي الوزيره امرت باستثمار ده. احنا هدفنا دلوقتي تشجيع الساده المواطنين والتسهيل عليهم للحصول على اللقاح بدون اي تعب او مشقه. فمركز اللقاح اللي هم هيروحوا يتوجهوا ليه للحصول على اللقاح، هم هيروحوا هيلاقوا المركز في مكانين، مكان للتسجيل سجل فورا، تجي لك الرساله فورا، هتطعم في الجانب الاخر من المركز وتبقى كل حاجه تمت بصوره فوريه. واعتقد ده ممكن يسرع لنا وتيره التطعيم، زياده عدد المتطعمين للوصول الى المناعه المجتمعيه، على ضوء يا دكتور محمد ان يعني الفيروس وانتشاره بصوره كبيره وحتى تحوراته الدراسات العلميه بتقول ان هي بصوره اكبر كثيرا من غير المتطعمين. صحيح. بشكر حضرتك جدا.
دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة. طيب احنا يعني كان عندنا موضوعات كتير الحقيقة، بس احنا النهاردة عندنا فقرة حوارية مهمة جدا هيكون ضيفي فيها اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج عن المشير محمد حسين طنطاوي، لأنه المشير طنطاوي وفاته الحقيقة صاحبتها أحاديث كثيرة جدا وكلام كتير جدا، لكن يبقى أن احنا نرسم خريطة لقيمة هذا الرجل على ثلاث مستويات، يعني مستوى القائد العسكري، مستوى القائد السياسي، ومستوى الإنسان، لأنه هو ليس شخص عابر، ليس شخصا عابرا، هذا هو واحد من فرسان العسكرية المصرية بمعنى الكلمة، وهذا الوداع يستحقه تماما. لكن احنا بقى بعد الكلام وبعد الحوارات والأحاديث والشهادات محتاجين نقف كده ونتأمل في قيمة هذا الرجل، ماذا أضاف لمدرسة العسكرية المصرية، ماذا حصل منها، عمل إيه للسياسة المصرية، عشان لما الناس تقول إنه هذا الرجل خدم مصر تبقى عارفين خدم مصر في إيه بالظبط وأضاف إيه لمصر بالظبط. يمكن عشان كده تبقى ليا بس حاجتين صغيرين جدا، إنه في الأسبوع اللي فات حصلت حادثة في الغردقة، حادثة سير يعني، وهذا الحادث أسفر عن وفاة شاب من شباب الغردقة اسمه محمد رشد. الحوادث كتيرة، يعني الحوادث اللي بتحصل كتير. الحقيقة أنا لما تابعت هذا الحادث لقيت هذا الشاب محمد رشد اللي هو إيه، عارفين كده زي ما بيقولوا إنه الموت نقاد لا يختار إلا الجياد، شاب مكافح بار بأسرته وبأهله والكل يشهد له بالطيبة وحسن الخلق. فأنا الحقيقة لأنه يعني عرفت تفاصيل هذا الحادث وعرفت أسرته، فأنا بتقدم لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة كمان في الغردقة بالعزاء لما بنفقد شاب زي ده في حادث قدري، يعني بنفقده فبنشعر بالوجع الشديد، فعزائي الشديد ليهم وربنا يعوضهم خير في ابنهم إن شاء الله. كان عندنا كمان يا جماعة مناشدة، لأنه أحد المواطنين بعت لنا أنه محتاج زرع كلى، محتاج زرع كلى، والحقيقة أنه الناس محتاجة حاجات كتيرة جدا ومحتاجة أنه حد يقف معاهم بشكل كبير جدا، والمسؤوليات كتيرة في البلد لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. وهبقى مش منصف ولا موضوعي لو قلت انه البلد والحكومة والدولة مثلا ما بتشتغلش في هذا الامر، لا بتشتغل يعني اللي هو مش مخليه في جهدها جهد زي ما بيقول، يعني بتلاقي الرئيس بيدخل وبيتبنى حالات بنفسه، بتلاقي مجلس الوزراء، وهذا يعني انا اراه لما ننشر اي حالة بتلاقي مجلس الوزراء يقول لك ابعتوا لنا البيانات عشان نتواصل. لكن احنا كتير والمشاكل كتير والازمات كتير والحالات اللي محتاجه دعم ومساعده كتير. يمكن احنا معرفش الشباب ما بيحاولوش في التليفون ليه معانا. طيب انه الناس بتتكلم كمان وبتتكلم بوجع ويمكن بقله حيله، انه يعني لما بعت لنا هذا الشاب يعني الرساله انه انا عايز اعمل غسيل كلى، بيقول انه يعني انا عايز اعيش، يعني عايز اكمل ايامي، يعني انه احيانا الانسان بيبقى ماسك بخيط رفيع او يعني اي قش زي ما بيقولوا، انه اي حد يساعده او الى اخره. فاحنا عندنا حاله لمواطن من يعني يريد ان يساعده او يحقق له حلمه، يساعده حتى في تحقيق هذا الحلم، احنا لدينا بياناته كامله، وإذا أراد أحد أن يساعد فإن شاء الله هنقول له هذه البيانات. خلينا نطلع فاصل ونعود إلى حوار أعتقد أنه سيكون مختلف جدا عن المشير طنطاوي في وداع قائد عظيم. نتأمل بقى، نقعد بالراحة بعد
الوداع الكبير اللي حصل والتكريم اللي حصل، نقعد كده نتأمل ونسأل ونشوف قيمة هذا الرجل في حياتنا العسكرية وفي حياتنا السياسية. حوار مع اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي فتحت كلام كتير جدا عن قيمة ومكان ومكانة هذا الرجل في حياتنا العامة، سواء على المستوى أنه قائد عسكري هو تقريبا يعني ساهم أو شارك في 5 حروب من 56 و67 والاستنزاف و73 ثم حرب تحرير الكويت، وأيضا هو له المساهمة الكبيرة على المستوى السياسي اللي بتتفك به الكلمة اللي كلنا سمعناها انه هذا الرجل له دور كبير جدا في الحفاظ على بقاء هذا البلد وعدم سقوطه كالمعتاد. يعني لا اجد خير من يتحدث في مثل هذه الامور، خاصة انه هذا حديث ليس حديث احتفالي ولكن هو حديث سياسي، حديث فيه تأمل لقيمة هذا الرجل. ولذلك معي ومعكم اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. والبقاء العزاء لمصر كلها والقوات كلها المسلحة. لكن أنا بتكلم كمان على المستوى الشخصي لأنه تمام. يعني في تاريخ يربط ما بينك وبين الراحل الكبير. البداية فندم، يعني أنه هذا الرجل كيف تنظر له؟ البداية شوف، احنا اول ما تعرفنا على سيد مشير طنطاوي كان النقيب حسين طنطاوي اللي درس لنا في الكلية الحربية التكتيك وفن القتال. تمام؟ ودرس لي 5 دفع في القوات المسلحة، وكان من الدفعات التقيلة، كانت ايامها حرب اليمن، وكانت الدفعة بتبقى ضعف الدفعة القديمة. فعاش معانا الفترة دي واحنا حبينا هذا الرجل واحترمناه. كنت لسه داخل شاب صغير، كان برتبة نقيب. هو كان برتبة نقيب. بعد كده احنا اتخرجنا، هو ترقى رتبة الرائد، وفي معلومة جديدة وهو انه طلع الجزائر. الجزائر الجزائر كانت استقلت عن طبعا فرنسا، وبدأت تعمل لها جيش، وبدأت تنشئ كلية الحربية. فمصر بعتته هو مجموعة من الضباط لإنشاء الكلية الحربية الجزائرية في الجزائر. يعني ده لا دي جديدة، ما يعني عارف، ما تمش، بقولك ما تمش تداولها، لان هو كان بيحكي لنا في اللقاءات والاعداد. هو شارك في تأسيس وانشاء الكلية، انشاء الكلية الحربية في الجزائر. وهو قعد بيحكي انها كانت مهمة صعبة ليه بقى. اما راح هناك الجزائر كان عندهم قسمين، الناس بتوع جيش التحرير اللي حقق الاستقلال وحارب ال الفرنساويين 30 سنه 40 سنه 45 سنه ومجموعه ثانيه من الشباب اللي بيعملوا بيها الجيش الجديد. فبالتالي كان عمل كليتين. وكان بيحكي بقى تخيل انت بتعمل كليه عشان اللي عنده 30 سنه و40 و45 وللشباب اللي للشباب بقى الجديد. قعد 3 سنين ونص تقريبا انشا هذه الكليه وعمل فيها وتخرج منهم ولاده. ولما رجع مصر في حدث بقى تالي لها، كان بقى برتبة مقدم بعد كده، وحصل فيه أزمة صغيرة بين مصر والجزائر. فحد قال لرئيس السادات الله يرحمه، قال له في عندنا مقدم اسمه حسين طنطاوي كان في الجزائر، كل القيادات بتاعت الجزائر دلوقتي دول ولاده. تمام؟ لأنه بتوع جيش التحرير يا دوبك قعدوا سنة في الكلية وتخرجوا. مسكوا بقى المناصب الوزراء. فبعت المشير المقدم حسين طنطاوي إلى الجزائر بطيارة مدة 2 يوم وانهى الازمه دي، لان كان كلهم دول ولاده. هو رجع من الجزائر، دخل كليه اركان حرب، ثم اتعين قائد كتيبه في فتره الاستنزاف وفي فتره حرب 73. الفتره دي بتاعت 73 كانت مهمه جدا. المرتبط فيه كتير قوي بانه يتقال في السي في بتاعته والاعلام انه كان بطل المعركه الصينيه. ايه حكايه المعركه الصينيه؟ تمام. احنا عندنا هو اتكلم عنها الاول. مش كده؟ احنا ممكن نسمع منه، نسمع حته وبعدين حضرتك تقول لنا ايه حكايه المعركه الصينيه دي. سمعونا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. العميد اركان حرب محمد حسين طنطاوي قائد الكتيبه 16 مشاه في حرب
اكتوبر. الكتيبة 16 كانت من اوائل الكتائب اللي عبرت قناة السويس، بل هي عبرتها في توقيت قبل العبور بدفع عناصر اقتناص الدبابات، وكانت احد العناصر اللي رفعت علم مصر في الضفة الشرقية قبل عبور القوات الرئيسية. انا لو كلمت عن المعارك اللي خاضتها الكتيبة مش هقدر، الوقت مش هيسعفني ان انا اقول كل المعارك، لكن انا بقدر الامكان هختار معركة من المعارك وهستشهد هنا بكتاب كتبه الاسرائيليين اسمه كتاب عيد الغفران، وهقول هم قالوا ايه في هذا الكتاب، وبعد كده على الجانب الاخر اللي هو جانب قواتي هقول ايه اللي حصل بالنسبة لقواتي. معركة المزرعة الصينية، لانه كان في بعض الكتب والمراجع كان سماها المزرعة الطينية. هي المزرعة الصينية. احنا نقول ايه؟ قبل 67 كان مصر عايزة تعمل تنمية زراعية شرق قناة السويس. والصينيين جم وقالوا هنعمل لكم مزرعة هنا. ولو احنا شفنا الصورة اللي بعد كده هنلاقي بعض البيوت اللي هي دي كانت، لا قبل دي خريطة قبلها صورة المزرعة. أيوة دي هم دول، يعني بص خمس بيوت دولت كانوا هم نواة المزرعة الصينية اللي هيعملوها الصينيين في شرق القناة. تمام. وبالتالي كتبت على الخرائط المزرعة الصينية أو تشاينيز فارم. طب إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل إن المشير طنطاوي وكان 16 مشاة ميكانيكي عبرت قناة السويس، اقتحمت خط بارليف، تقدمت لحد وصدت كل الهجمات المضاده لحد يوم 16 17. يا ريت نشوف بقى الخريطه اللي جايه، ودي خريطه انا جايبها من المراجع الاجنبيه، دايما بحب استشهد دي انا بال افتحوا لنا افتح الصوره من فضلك. دي طبعا من المراجع الاجنبيه، هنلاقي مكتوب عليها فوق سويس كانال اريا كامبين ان سيناي، الحرب في سيناي، تحت بقى معركه الغزاله. ليه شارون معركة الغزالة؟ الغزالة شارون كان لما احنا وصلنا الشرق قال لك انا عايز اعمل اختراق في الدفاعات المصرية واعدي الناحية التانية من القناة. فعمل محركة الغزالة، هو خطته اسمها الغزالة. تمام. ففين هتلاقي في النص شارون، على فكرة كل الكلام بالانجليزي بس انا كاتب فوق بالعربي من ترجمة. شارون اهو في النص، وكان داخل بالسهم على اتجاه المنطقة دي اللي هي بتاعت المزرعة الصينية. وكان أدان وماجن اتنين مجموعة قتال، كل دول دخلوا جابهم من المحور الشمالي والمحور الجنوبي عشان يخشوا معاه يركز عشان يخترق المزرعة الصينية اللي كان فيها مين؟ المقدم حسين طنطاوي بكتيبة، بالكتيبة بتاعته. ليلة 16 17 هجموا عليه الدبابات ولواء مظلي، المظلين هم دم أقوى ناس في 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 العناصر المشاة، وحدثت هذه المعركة. حصل في العدو خسائر كبيرة جدا، ارتد وعاد للخلف، ولم ينجح شارون في اختراق او في تحقيق خطة الغزالة بتاعته وهو التقدم الى غرب القناة. لا، وتعلم درس شارون. طبعا المشير المقدم حسين طنطاوي خد فيها يأيميها نوط الشجاعة بعد الحرب. نحكي حكاية تانية كده. انا كنت معاه في المكتب في يوم من الايام. والرئيس مبارك طلبه في التليفون، حتى انا اما طلبه جيت اطلع بره دايما كده، فقال لي اقعد. فحضرت المكالمه. الرئيس مبارك قال له يا حسين، شارون جاي لي بكره الصبح شرم الشيخ عشان في موضوعات بين مصر واسرائيل. وطلب في البرقيه انه عايز يبقى يقابلك بعد المقابله معايا. فالمشير طنطاوي كان قال له يا فندم، اذا كانت وجودي لصالح خدمه مصر فانا اكون موجود، انما اذا كان وجودي ليس له عمل فارجوك اعفيني من هذا الموضوع. فرد الرئيس مبارك قال له انا كنت عارف انك انت هتقول هذا الكلام. تاني يوم شارون وصل. وطبعا داخل يقابل الرئيس، فبيقول لهم هل في حاجه بعد المقابله هقابل المشير طنطاوي؟ فطبعا الرد اللي دايما اللي بيبقى مهذب، اصل والله عنده التزامات النهارده فمش هيقدر يجي. فقال لهم عموما، ده اللي بتوع الرئاسه بقى في مصر، عموما كنت اريد ان اقابل قائدا حاربته بشرف حقيقي.
يعني هو رفض يقابل شاروخ. بالظبط. فبالتالي طبعا الامور بعد كده، بعد ما خلص الكتيبه 16 خد زي ما قلت لك نقطة الشجاعة وسافر ملحق عسكري الى باكستان وقعد فيها سنتين ونص، ودي كانت ايضا مكافاه له، لان حرب اكتوبر طويله والجبهه طويله، انما كان فيها خمس ست معارك فاصله مهمين فاصله. ويمكن شارون كتب اربع كتب. اول كتاب كان معركه الغزاله، كتب فيها عن معركه المزرعه السنه دي 20 ورقه. تفهمني؟ كان بيشرح ماذا حدث وازاي الجندي المصري قدر يوقف هذا، فبضطر يهجم من اتجاهات اخرى. فعشان كده المعركه المزرعه السنه بتعتبر من اهم المعارك التي تمت في حرب 73. طيب لو نقلنا بقى لمرحله انه توليه وزاره الدفاع. طيب انه احنا قدام وزير استمر 20 سنه. 20 سنه 20 سنه وزير. وده لم يحدث في وده لم يحدث في تاريخ مصر، في ظل في تاريخ مصر، وحتى النظام اللي هو مسك فيه ما كانش يعني وزير الدفاع ووزير الداخليه تحديدا ما بيقعدوش فترات طويله جدا. لكن لو سالت حضرتك ايه السر اللي خلاه يستمر هذه الفتره؟ بص من وجهه نظرك. هو كان انسان منضبط جدا وعمل حاجات كتيره. لما انت تكون رئيس جمهوريه وتلاقي وزير الدفاع بيعمل كده، ده انت تمسك فيه عشان يكمل. ابسط مثال، دايما اي جيش في العالم بعد ما يخرج من معارك وحرب بيبقى في عدم انضباط. احنا قعدنا ست سنين في الخنادق والملاجئ تحت الارض. لا العسكري ولا الضابط عرف ان في طابور تمام ولا تحيه العلم ولا اي حاجه. فجاه بقى بتشد الراجل ده من الخنادق، حتى ساعات احنا بنسميها ترنش ديزيز، مرض الخنادق بتسمى كده في الكتب. بيرجع بقى للانضباط مفروض بقى. فعشان تحول الراجل اللي اتفك ده الى شخصيه منضبطه زي ما بيقولوا التكست تايم. الحاجه الثانيه، احنا ما كانش عندنا معسكرات بقى. احنا كان قبل 67 في 67 معسكرات بقى بتاع الجيش الانجليزي اللي خدتها، ودي اتضربت كلها في حرب الاستنزاف. فبدا هو المشير طنطاوي يبني معسكرات ايواء للجيش ويهتم بالمأكل والمسكن العسكري. وكان له كلمة يقول لك يا سمير الجندي ده أسرته بعتهن عندنا وديعة بنحافظ عليها أمانة. أمانة هنقول له في الحرب حارب، بس احنا نأكله ونشربه ونعيشه كويس. فأول حاجة اتعملت أياميها أعاد الانضباط. وعشان كده في ناس كتيرة كانت بتضايق منه في الأول لأنه كان شديد وكانش بيسمح بمخالفات. الإيواء اللي عمله للأفراد، هقول لك حاجه، انت كنت زمان بقى ما اعرفش تحضر ولا لا، كنت تخش محطه مصر تلاقي 200 عسكري شايلين مخل وداخلين القطر. الكلام ده كله اتلغى خالص. عمل اسمه جهاز في جهاز النقل العام للقوات المسلحه في اللي هو عشان يحافظ على صوره العسكري. لا وصوت وبعدين خدمته. العسكري طالع مركز تدريب الاساسات يركب المترو ويروح محطه لا فاصبح اتوبيسات مكيفه بتاخد الجندي من الاساس او مركز تدريب يوديه وحدته، وبعدين من وحدته ينزل اجازات يدور على الناس اللي في سيوه وفي شلايب وحلاتين اللي في اخر الدنيا كانوا بينزلوا ازاي. كل دول اتعمل لهم جهاز نقل عام قوات مسلحه. كان جهاز طاقم وكان بيوصل الناس، وبالتالي ما شفناش بقى لا عسكري في ميدان البتاع ده الحديد ولا في العباسيه الحديد. كل ده اتشال واتحط. اتعمل ميزات مجمعه للجندي. يعني زمان بقى في الجيش بتاعي اول ما اتخرجت كان ياخد الجيب العسكري طلبه الطبيخ يقعد يقشر البطاطس، وطبعا عمره ده كان بيقشر البدنجايه قد كده يعملها قد كده انه ما اشتغلش، وبالتالي الاكل كان بيطلع قليل. لا النهارده بقى في ميزات نظام العسكري بيخش بالصينيه بتاعته. كل ده يا فندم كان المشير طنطاوي وراه في فتره 20 سنه. اعاد الانضباط في القوات المسلحه، اعاد ايواء بناء المعسكرات، معسكرات التدريب، ومع ذلك كان في التدريب واعاده استكمال بقى بعد حرب 73. فدي تتحسب لسياده المشير طنطاوي. اما تولى وزاره الدفاع لها قصه. احكيها لك. طب ما تيجي نحكي القصه دي بعد الفاصل. قوي. بعد الفاصل اللواء اركان حرب دكتور سمير فرج يحكي لنا كيف تولى المشير طنطاوي وزاره الدفاع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وهذا الحوار مع اللواء اركان حرب دكتور سمير فرج عن المشير حسين طنطاوي.
كنا وقفنا عند قصه توليه لوزاره الدفاع. كان بعد ما سياده المشير ابو غزاله الله يرحمه ترك وزاره الدفاع، الرئيس مبارك جاب يوسف صبري ابو طالب وكان محافظ. فكانت هي فتره يعني نقول مرحليه لحد ما يجيب وزير الدفاع اللي هيقعد معاه فتره. وكان بيدور على مين هيبقى وزير الدفاع. كان يوم في الاسماعيليه الرئيس مبارك، وكان جاي له الرئيس الفرنسي. كان شراك تقريبا. مش عارف يا شراك يا متران، ما اعرفش مين. وفجاه قالوا له في الاستراحه يا فندم، كان لسه قدامه ساعه، قالوا له ده فوق المطار ونازل فورا طياره. فطلع الرئيس مبارك اول واحد المطار، كان لسه بقى الناس بقى الحرس الجمهوري بيلم نفسه بتاع عقبال ما فراح لقى عربيه جيب واقفه بعيد، قال لهم مين ده؟ قالوا له كان قائد الجيش الثاني. قائد الجيش الثاني اجابه. قال له انت حد بلغك ان الراجل الرئيس الفرنسي جاي بدري؟ قال له لا. قال له ما انت جاي بدري ليه؟ قال له ده قطاع الجيش الثاني، هو انا هستنى لما الناس دي تيجي، انا جاي اامن هذا القطاع. من هنا كانت لقطة. دايما احنا نقول ايه، الرجل موقف. حطه يعني دي اللقطة، اللي خليته الرئيس يركز عليه. بدأ بقى سأل عليه ناس كتير جدا، لحد ما الكل أكد عليه انه ضابط منضبط ملتزم، ما فيش عليه اي حاجة مادية، لحد ما توفاه الله. بدأ بعد كده راح جايبه قائد حرس جمهوري عشان يقعد سنة تحت عينيه يشوفه بقى بيتصرف ازاي. هو كان زعلان المشير طنطاوي، او اللي هو الفترة دي طبعا. لان انت بعد ما هو كان شايف انه الجيش تاني في الوقت وبعدين كان يعني قائد حرس جمهوري بيجي يقضي فتره ويمشي. المبدا ده جه بعدين بقى، انه يبقى تحت عين الرئيس وبعد كده يعينه. فقعد فتره كان مستاء، انما الفتره دي بقى عمل حاجات كتيره جدا، يعني حول الحرس الجمهوري الى وحده مقاتله، في اللي هو مدرع وفي اللي هو ميكانيكي. بدأ يعمل تفتيش حرب، تفتيش حرب ده بيتعمل. فالرئيس لقى ان الحرس الجمهوري بتغير. تغير، وبدا في انضباط ودغري، ملوش دعوه بحد، يخش لا بيتكلم مع ده ومع ده. كان في يعني بعض الصراعات جوه مهموش، مش عايز اجيب اسماء. كان دغري معروف. كان دغري معروف. فبالتالي هنا الرئيس قال علم عليه انه نجح، انه يبقى فراح كان بقى بدات تبقى حرب الخليج جايه، وعندنا هيئه العمليات هي المخ بتاع القوات المسلحه اللي بتفكر. طلعوا هيئه العمليات، رئيس هيئه العمليات، ودي ثالث وظيفه في القوات المسلحه بعد الوزير ورئيس الاركان، عشان يخطط ويدير حرب تحرير الكويت في هيئه العمليات. بعد حرب تحرير الكويت عينوا مباشره وزير الدفاع. المشير طنطاوي من الشخصيات او القاده النادرين في القوات المسلحه. عندنا ما تمسك قائد لازم تمسك ليه نائب او رئيس اركان بنسميه، ثم قائد. رئيس اركان ما امسكش عمره نمره 2 ابدا. مع ان دي نادره عندنا، انت لازم تطلع تمسك نمره 2 وبعدين تطلع رقم واحد. وبعدين تمسك نمره لا واحد. هو كان بيبقى رقم واحد، هو جميع وظائفه قائد كتيبه نمره واحد، قائد لواء مره واحده، قائد فرقه، قائد الجيش الثاني. اما جاء وزير دفاع ما مسكش رئيس اركان حتى. فعلى طول، لانه كان ضابط متميز. يعني ده معناه انه لا متميز، كمل في وظيفتك. السمات دي يا فندم كانت مساعده ليه في المرحله الصعبه بقى بتاعت بعد يناير. يعني هو الراجل 20 سنه وزير دفاع، وفجاه يلاقي نفسه في ظرف سياسي كمان، وظرف سياسي متلخبط. يعني في فوضى، في البلد مش عارفين البلد رايحه فين، احنا مش عارفين مين دول اصلا اللي في الشوارع. كيف عبر؟ يعني لانه في ناس كتير شايفه ان هو انقذنا من ثغرتين، ثغره عسكريه اللي كانت في 73، وثغره سياسيه اللي كانت في 2011. طيب قبل ما انا اتكلم بقى شاهد، يعني انا كنت في المجلس العسكري. نشوف الناس بره قالت ايه. تمام، عايزين نطلع صوره. سكرتير باناتا اللي هو وزير الدفاع الامريكي ابان 25 يناير. تمام، معانا يا شباب. الراجل ده كان بيزور مصر هنا من سنتين، وانا هنا ده انا معاه، وكنا وانا كنت مسؤول عن زيارته، وكنا بنتعشى سوا بالليل، ودي صورته واحنا في المطعم، وده الكتاب اللي طلعه بعد ما خرج من كوزير دفاع. واحنا بنتعشى بالليل في العشاء، قال لي على فكره هو كان وزير دفاع في 25 يناير في الفتره دي كلها. وكان تقريبا مش عايز اقول لك كل يوم بيكلم المشير طنطاوي لمشاكل. يمكن اول، بيقول لي اول مكالمه كلمته فيها
يوم ما اسرائيل كلمته قالت له الحق السفاره بتاعتنا في مصر بتتهاجم. ودايما في حاجتين هما رمز الدوله، لو اتهزوا الدوله تهزت، العلم والسفاره. تمام؟ فكانت مشكله، فقال لي انا كلمته في اول مره، قلت له انا يعني متضايق ان اول مره اكلمك واتعرف عليك، لكن الاسرائيليين قلقانين ان تحصل حاجه على السفاره بتاعتهم وتخترق وتحتل. فطبعا مصر كانتش ناقصه بقى مشكله تانية يخش في اسرائيل. وبعت المشير طنطاوي قوات المظلات واتلم الموضوع. فالراجل ده هو احنا في العشاء بيقول لي ايه؟ على فكره هذا الرجل المشير طنطاوي والمجلس الاعلى حمى مصر من ثوره شعبيه وحرب اهليه كان ممكن تتم، وكان مصيركم هيبقى اسوأ من سوريا والعراق. مشهد وزير دفاع ده وزير دفاع امريكا اللي حضر هذه الفتره. وحتى انا خدت التليفون رحت مكلم مشير طنطاوي واحنا بنتعشى، قلت له معاك ضيف عايز يكلمك، فقال له انا معلش لولا ان انا مسافر الصبح الساعه 8 الرياض كنت قعدت وقابلتك ونتجاذب الفتره الصعبه اللي قضيناها سوا. الفتره دي يحسب للمشير طنطاوي حاجه رئيسيه، انه ادى امر مفيش طلقه تضرب على انسان مصري. وانا فاكر كويس يوم ما وزاره الداخليه الولاد الشباب هجموا عليها، ووزير الداخليه كلمه في التليفون قال له يا فندم لو سمحت انا هضرب بس كام طلقه في الهواء عشان الناس تجري، قال له انا قلت مفيش طلقه تنضرب. وهدا اللي حمى مصر في هذه الفتره. وانت فاكر في الفتره الاولى في ايام الـ يعني 27 28 يناير الاخوان كانوا فوق الاسطح في التحرير بيضربوا بالذخيره الحيه عشان الدنيا تولع. احنا يوم ما كنا في وزاره الدفاع والولاد الشباب ده خلاص داخلين علينا، ده كان في يوليو. واحنا عدنا احد القادة سيد المشير احنا كده هيخشوا يعني، فقال ما فيش طلقه تتفتح. ويعني مش عايز اقول لك اللي ربنا نجى الموضوع ده ايه، العساكر اللي واقفه بره راحت قلع القوايش وراحت داخل على الولاد طاروا لحد العباسيه الى وصلوا التحرير ما بطلوش جري الا في التحرير. وده نجى مصر، لان لو كانت اتفتحت طلقه كانت هتبقى مجزره دماء. انا فاكر طبعا كان عندنا مشاكل كتيره جدا في هذه الفتره داخليا، انت شايف الدنيا كانت مولعه ازاي بالظبط، وخارجيا. انا ما انساش يوم ما هيلاري كلينتون جت بالطياره وكانت جايه عشان مشكله الجامعات الجمعيات الاهليه والتمويل والطلبه اللي هم محبوسين طبعا مشكله وجايه بتهدد، ومش قادر مش هقدر اقول تفاصيل لان احنا ممنوع نتكلم على الفتره دي، ولكن بمنتهى الهدوء ومنتهى الاعصاب ودخل وقابلها وكلمها ودعها على الباب واحنا اخذناها ركبه العربيه. فبقول لك ان الظروف، وبعدين بتيجي فتره انا فاكر يوم وزير البترول قال له فندم انا عندي البترول يكفينا اسبوع بنزين اسبوع. تخيل ده انت ما تلحقش تتعاقد، ده انت لو عايز تتعاقد هيجي لك الاكل. كانت مقاشي، وكان طبعا بيكلم الدول العربيه، مراكب اتحولت من السكه جات لنا عشان تدي مصر وقود. هي كانت فتره صعبه للغايه. قدر هذا الرجل بهدوءه وكياسته انه يحتوي الموقف وتخرج مصر من هذه الازمه بسلام. لما بتشوف او بتسمع الاتهامات اللي كانت بتوجه ليه، وقعها بالنسبه لك ايه؟ اصل يعني كذب كلها. وسياده الرئيس الله يكرمه سياده الرئيس السيسي يوم الخميس اللي فات قال ليس له علاقه بما حدث في ماسبيرو واحمد محمود ولا الداخليه اطلاقا. انا قلت لك لم تطلق طلقه، لم تطلق طلقه من القوات المسلحه في هذه الفتره. واحنا عندنا سجلاتنا واضحه، وكان بكل الطرق. حتى انا بس حضرتك دكتور على السمات بقى الشخصيه اللي مكنته من يعني حاله الضبط النفسي دي، يعني هو تعرض كقائد للبلاد في هذه الفتره الى حاله من الاستفزاز شديده جدا، كلنا كنا شاهدين على داخلي وخارجي. وعايز اقول لك انه الصحف والاعلام وقتها كمان ما كانتش الصوره واضحه، يعني هو كان بيهاجم حتى من الصحف والصحافه كان الشارع ممشيها، يعني كانت ماشيه ورا الشارع. كان ده وقعه عليه، يعني سماته الشخصيه اللي تخليه يتحمل كل هذا الاستفزاز. هو اولا كان ذكي جدا.
والذكاء ده يخليه ما يتخذش قرار فردي. واحنا ما اعرفش في صوره للمجلس العسكري ليه نشوفها، احنا مسجلين كل احداث المجلس في الاخر شويه، مسجلين كل احداث المجلس العسكري كامله. ولما كان الصبح احنا بنبدا، كان احنا دي الساعه 8 بنبدا، وكان اول ما حاجه يقول النهارده عندنا كذا، نعمل ايه؟ ويسمع كل الاراء، وده يقول رايه وده متسجل كله صوت وصوره، وده يقول رايه وده يقول فكره، وده يقول يا فندم نعمل كده لا ناكل. وفي النهايه كنا بنوصل لقرار الكل راضي عليه والكل مقتنع عليه، انت فاهم، بحيث لا يضر الدوله او المصلحه. فهو كان بيتمسك بالهدوء، وعلاوه على كده انه كان عارف الاتجاهات في مصر شكلها ايه. وانا مش عايز اقول لك مثلا يوم ما جاء يعين رئيس وزراء كان الجنزوري، سال عشرات الناس، انت فاهم، الجنزوري ولا فلان، الجنزوري ولا لا، انت فما كانش القرار بيطلع فردي كده، ما انت عارف ان في بعض القاده فلان فلان لا وخلاص، لا سال وكل واحد ده ايه مميزاته، طب ايه عيوبه، طب لا الجنزوري كان عنده خبره، كنا احنا المشاكل الاقتصاديه بدات تظهر على السطح، كان وزير التخطيط قبل كده رئيس وزراء سابق، فكل الكلام ده اما قعدنا وسمع كلام من خارج المجلس العسكري كتير. وفي الاخر طلع ان هو كان فعلا تعيين الجنزوري كان من انسب القرارات اللي طلعت في الفتره دي، في الفترة صحيح ما كانش قرار فردي، لكن كان ذكاء من المشير طنطاوي انه سمع اراء. طب هل في لحظه معينه ممكن هذه الاجتماعات هذه المحاضر تنشر؟ بص ولا بص يعني حق الناس تعرف ايه الناس اللي حصل، يعني برضو يعني النهارده ال 11 اوف سبتمبر اللي كان بعد 20 سنه طلعوا، ما انا فندم بتكلم يعني على كده إيه؟ يعني انه بعد فتره ممكن، بس برضو خد بالك ان كل حاجه بتطلع بوقتها. يعني انا هقول لك حاجه، كل الناس تيجي تقول لك ايه انجلترا بتطلع الحروب بتاعتها، حرب اكتوبر النهارده فات دخلنا في بتاع حاجه 40 سنه، طب ما تطلعوها بقى. لا احنا مقيمين بيه ليه؟ عندك اسلحه لحد النهارده ما عندك، كانت بتستخدم في اكتوبر وبتستخدم النهارده دلوقتي في ما يتعلق بالامن القومي، وارض سيناء ما زالت هي حاجه اقول والله اصل الكتيبه الفلانيه جت تهجم فكانت دباباتها المدى بتاعها اقل، ما اقدرش طبيعي، انت الارض كانت ارض سيناء ما زالت هي العدو ما زال هو العدو. ففي حاجات بتحكمنا، لكن المهم انها موجوده موثقه وفي يوم من الايام تطلع. امتى؟ الديبنس زي ما بيقولوا. تمام بالجلسة. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع بقى ليه ما ربط بينك وبين الراحل المشير طنطاوي على المستوى المهني والمستوى الإنساني. فاصل ونعود لاستكمال حوارنا حول المشير محمد حسين طنطاوي. أهلا بحضراتكم من جديد إلى هذه المحطة الأخيرة في حوارنا مع اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج عن المشير طنطاوي. المساحه اللي ربطت بينك وبينه بقى على المستوى المهني قبل ما والمستوى الشخصي. لا المساحه اصلها بقى دول 20 سنه من 8 الصبح ل 11 بالليل كل يوم. انما نتكلم على بعض الحاجات. ايه؟ اولا كان يعشق رياضه، كان بيحب رياضه طبعا، وحريف كره قدم. كان كل يوم اربع ده ما فيش التزام، ده من ايام ما كان في عابدين، ما هو تربيه عابدين. ايوه ما هو تربيه عابدين، انت عارف احلى كوره زمان كانت فين؟ في عابدين. يعني من ايام كان في عابدين والناس كبار في عابدين يفتكروا انه كان وبعدين راح لعب في الزمالك ناشئين وبعدين دخل الكليه الحربيه. كان يوم الاربعاء ده كان يوم ما فيش فيه التزامات، لازم الصبح بيحضر مجلس الوزراء، نطلع في الصاله المغطاه نقعد نلعب كوره اربع ساعات. وحريف ومن هذا المنطلق بقى عمل حاجات كتير جدا في الرياضه. انشأ جهاز الرياضه. عمل نادي طلائع الجيش. وكانت لافته كبيره جدا. لافته للصوره، لان احنا معانا الصوره كمان الصورة في اللي هو مباراه السوبر اللي كانت مع الاهلي. والولاد حطوا صورتهم. وبسيوني قال بنهدي كاس الكونفدراليه للمشير طنطاوي لانه هو اللي عمل هذا. الصوره هي فعلا كاس السوبر، يهدوا كاس السوبر للمشير طنطاوي. او هم لابسين صورته كانوا من الوفاء من الوفاء فعلا له. فهو اللي اسس النادي هو اللي اسس النادي دي. انشا مدارس الموهوبين.
الثانويه الرياضيه الموهوبين في الصعيد او بدا بالصعيد في المنيا، اسكندريه، القاهره، الاسماعيليه، كل ده عشان تطلع الناشئين الجداد. طب وقصه استاد برج العرب؟ استاد برج العرب هو كان بيهوى ماتشات الكوره، كان يحضر ماتشات الكوره في الاستاد ويقعد في المقصوره في اخر كرسي ورا داره الحيطه. ففي يوم كان بيشوف ماتش دولي، تاني يوم الصبح جه قال معقوله يبقى عندنا في مصر استاد واحد معمول ايام عبد الناصر؟ كان هو كان بيحضر في استاد القاهره. استاد القاهره. فقال طب انا ايه رايكم عاوزين نعمل ايه؟ نعمل استاد. الاول استاذن من الرئيس طبعا. وعملنا اجتماع عشان ناخد اراء. انا مثلا كان نفسي ان الاستاد ده يتعمل في شرق القاهره. عشان يلم بتاع بورسعيد واسماعيليه والسويس والدلتا الزقازيق وبتاع. هو كان رايه استاذ مشير، واحنا قاعدين على الترابيزه، انا برضو عشان افهمك ان القوات المسلحه فيها ديمقراطيه اتخاذ القرار. كان عايزه في غرب القاهره بعد مدينه 6 اكتوبر، ارض واسعه، ولكن هو كان تفكيره مش استاد بس، مدينه رياضيه كامله. استاد وحواليها بقى ملاعب اخرى وصالات مغطاه. بعد اسبوع لما جم بقى الناس كل واحد رئيسنا ان انسب حاجه منطقه هي برج العرب. وبدينا نفكر في برج العرب، وقال المقاولين العرب يشتغلوا فيه، وان القوات المسلحه هتتحمل ثمن هذا الاستاد من ارباح جهاز الخدمه الوطنيه. كمان عشان تبقى عارف. ما هو مكلم الرئيس قال له يا فندم مش هناخد فلوس من الدوله، احنا عندنا ارباح. مش تاخد من الميزانيه، من ميزانيه الدوله هناخد من ارباح. قعدنا بقى، وكان يعني الله يمسيه بالخير محلب موجود، مهندس محلب كان ماسك مقاولين العرب، وقعدنا على الترابيزه. فمحلب قال انا عندي ناس مهندسين هايلين يخططوا الاستاد الهندسيه، احنا يا فندم. قال لهم ابدا، احنا هنبدا من اين، من اللحظه اللي توقف فيها الاخرين. كان اياميها فرنسا عملت بطوله كاس العالم وعملت احسن استاد في اوروبا. رفع السماعه، كلم السفير الفرنسي، قال له من فضلك عايزين المهندس اللي عمل استاد بتاعكم بتاع باريس. اربع ايام، انت عارف الجيش بتاعنا مش بكره، امبارح. اربع ايام كان الراجل المهندس جه وقعد معانا، كان سعيد جدا المهندس الفرنسي ليه؟ عمل اكبر استاد في اوروبا وهيعمل اكبر استاد في افريقيا. يعني. حتى لدرجه ان الاستاذ بشير بيقول له شوف عايز كام وتاخد كام، قال له مش عايز، ده انا كفايه اسمي هيتكتب في التاريخ ان انا عملت اكبر استادين، في واحده في اوروبا وواحده بتاع. وفعلا اتعمل الاستاد بتاع برج العرب، وهو النهارده مفخره لمصر، وكنا سعداء بيه انه اتعمل بهذه الصوره. ولعلمك المنطقه مخطط لتكون مدينه رياضيه، صالات مغطاه، ملاعب سكواش، حمامات سلاح اولمبي، انما هتيجي ليتر اون. فده كانت من الحاجات اللي تتحسب له. اهتمامه بقى يا فندم كان بالثقافه والفن، يعني في مساحه، لانه حضرتك كنت موجود في الشؤون المعنويه. وفي انا شفت في صوره شهيره انت قاعد معاه، وكان معاكم الكاتب الراحل الكبير اسامه نور عكاشه. كنا احنا بنعمل الفيلم بتاع اكتوبر، وجبنا ده اللي اتوقد ما طلعش، يعني الله يرحمه ابراهيم سعده. ابراهيم سعده حمله. كانت ايه بقى القصه دي؟ يعني بدات ازاي؟ هو احنا كنا عاوزين يعني نعمل دي الصوره ايه مع الكاتب الكبير اسامه نور عكاشه. ده كان في التفكير في فيلم، في الفيلم عن حرب اكتوبر. هيكتبه اسامه، وبدينا نشتغل. احنا قعدنا 6 اشهر. اسامه انا قعدتهم اكتر من 300 400 ضابط وعسكري وجندي اللي حرب اكتوبر، قعد معاهم. وقعد معاهم في الشؤون المعنويه، واشتغلنا كويس قوي. احنا كان فكرنا نعمل فيلم زي اطول يوم في التاريخ، ذا لونجست داي، اللي هو حاجه ملحميه. طبعا. وعين اسامه كان شاطر، عارف بقى العيله دي، والعيله دي فيها ضابط دفاع جوي، والعيله فيها ضابط بحريه، والعيله دي فيها عسكري مهندس، هيدفر دول في بعض ويطلع لك بالكوبر، ويعمل دراما بقى، دراما وتطلع فيها بتاع. وكنا عاملينه فترتين، ساعتين وساعتين. زي ذا لونجست داي ده كان هو المثل بتاعي، ان الفتره الاولى من حرب 67 الى وبعدين الاستنزاف، التحضير للحرب، وبعدين الفتره الثانيه ساعتين حرب اكتوبر نفسها والهجوم. وبعد كده بقى ابراهيم سعده بدا حمله عندنا، اسامه انور عكاشه ده ناصري، وحينصب النصر، وهو ما بيحبش السادات، فازاي يعمل فيلم عن بطوله للسادات، والاسف وتوقف الفيلم. للاسف طبعا. هو بقى المشير طه محاش هيصدق، حافظ المتنبي وحافظ والشعراء
فوق ما تتخيل. انت لو بصيت على الاسكنوبيديا هتلاقي ان هو درس اول حاجه في الكتاب. لو كان حافظ شعر يعني. شعر. المكتب بتاعه فاضي ازاز، هتلاقي هما كتابين، المتنبي وحافظ ابراهيم. وحافظ احنا جينا مره، اول مره كنت بشتغل بنعمل احتفالات اكتوبر. وكان اياميها مفيد فوزي عنده برنامج حديث المدينه. كان هو اشهر واحد. فقلنا له هنعمل برنامج عشان الناس تشوف مين تعرف وزير الدفاع وفكرك والمعركه الصينيه يعني. انت كان لازم الناس تعرف انك عندك وزير دفاع محارب. محارب وزير في اكتوبر صحيح. مش زي بتوع الخليج مثلا اللي انت فاهم يعني. وعملنا الحوار، فمفيد فوزي انت عارف بيجرجر في الكلام، فالمشير استشهد ببيتين شعر قال له انت المتنبي حافظ. بدا خلصنا الحلقه ومفيد مشي، فالمشير قال لي سمير في المونتاج تشيل الشعر. قلت له ليه؟ قال لي وزير الدفاع ما يقولش شعر. قلت له لا ازاي ده كان ده فاكر سامي البارودي اللي هو رب السيف والقلم. قلت له قال لي لا يعني لا كان... سمير انا يا فندم. حاضر يا فندم. طبعا لازم تسكت نهدي. تاني يوم الصبح شلت في المونتاج، قلت له يا فندم لسه هنعمل مونتاج النهارده. واصر يومين بالكامل الى ان اقنعت صديقه العزيز ممدوح اللي هو ممدوح الزويري. قلت له ممدوح كذا، قال لا طبعا يقول. فاقنعه. واتذاعت الحلقه وفيها الشعر. يوم الحلقه اتذاعت الحلقه بالليل طلبني بعد الحلقه بساعه في البيت، قال لي على فكره اول مره تطلع صح. جميع التعليقات اللي جات لي على الشعر اللي قاله، في الشعر اللي قاله، لان انت بتودي الصوره الاخرى يعني للانسان وزير الدفاع. مش وزير الدفاع دايما مكشر وان هو بيحارب بقى، لا هو كان حاجه تانية. الموسيقى انا وانا رئيس الاوبرا بقى كان كل اسبوع عندي كان بيحضر حفلات. طبعا لدرجة واحنا في الطيارة، في الطيارة الخاصة اللي بنسافر بيها بقى المشاوير، فبيبقى فيها كاسيتات بتتزاع يعني. بس سمير هات لنا الكلاسيكات بتاعت السك حافظ. ايوه لا الاول حضور حفلات الاوبرا. كان طقوسها ازاي يعني؟ وزير الدفاع ما كانش بيبقى في لا 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 لا, لا ابدا لا لا الجمهور ايه يجي يا مثلا الحفلة تبدأ الساعة 8، يا دوبك 8 الا 5 داخل وعلى مكتبي والنائب انوار صغير وقاعد بقى يسمع. محدش شايف. لا لا طبعا. صفوان بهلوان بقى، ما كنا بنحتفل بعيد عبد الوهاب، ام كلثوم. لا 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 مش عايز اقول لك يعني. كان يهوى قصه الموسيقى العربيه. وانت لو شفت مكتبه هتلاقي راديو كاسيت جنبه، اربع شرايط او خمس شرايط قران الشيخ عبد الباسط، ثم اربع خمس شرايط ام كلثوم وموسيقى عربيه. يعني هو ده كانت اهتماماته طبعا. لما انا اتكلم على بعد ما خرج بقى وساب الدنيا دي كلها. يعني المرحله دي لان ما حدش يتكلم عليها. هو طبعا في احد اللقاءات افتكر مع حمدي الكنيسي واحنا برضو في اكتوبر، قال انا ما كنتش اعرف ولادي في سنه ايه. احنا عشنا فتره صعبه. بعيد عن البيوت. وكنا بننزل في الشهر ثلاث ايام اجازه، وثلاث ايام اجازه نصهم الصبح في البيت بتخلص شغل برضو لكاتبتك ولا للواء بتاعك، حاجات زي كده. فقال انا ما شفتش وما اعرفش ولادي كانوا في سنه ايه. وبالتالي بعد ما خرج انا كنت خايف انه انت عارف كحك ما يشتغل في اليوم 20 ساعه. ولكن بدا يقعد مع اولاده واحفاده. وبدا يقول لي تصور حسين الصغير ده بيلعب كوره، ده بقى ده احسن مني. ده مش عارف بنلعب، ده انا بستناه وهو راجع من المدرسه عشان ناخده وننزل نلعب في دار المشاة. حسيت ان حتى كنت انا خايف على الفتره دي عليه. فجاي انا مش هنسى يوم قال لي تصور يا سمير انا كنت خايف من الفتره دي، انا بقيت احسن ايام حياتي. بقعد مع اولادي، بتغدى معاهم، بعدين الولاد ننزل نلعب كوره وكوتشينا بالليل مع الاطفال مع الولاد. الفتره دي احنا معظمنا حسينا بيها ايام ما كنا في فتره الاستنزاف وحرب 73. فانا كنت سعيد ان هو قضى الفتره دي وهو سعيد باولاده واسرته واولاده واحفاده. مش عايز اقول لك انه الفتره بعد ما ساب استراحه وزير الدفاع عاش فين؟ شقه ثلاث اوض وصاله، الى ان تعب والمرض زاد عليه. فاولاده قالوا له تعالى اقعد معانا، احنا مش معقول كل يوم بنمشي عشان نوصل. الشقه كانت جنب ورا دار المشاه.
يعني في شقه بسيطه جدا بعد بعد ما ساب بعد ما راحت هو كان انسان بسيط جدا جدا. فطار الصبح العيش الناشف ده تعرف برضو اهل الصعيد بيحبوا الكلام ده، والجبنه البيضاء والخيار والخس، ادي كان اكله. ما كانش من نوع اللي هو وبعدين كان مجامل جدا 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 جدا. ما فيش قائد من القادة كان أفراح ولاده ما حضرش. المناسبات اللي هي العزاء في المياتم، احنا قضينا وقت ولا لا؟ احنا لسه عندنا سؤال واحد. طيب لكن نقول السؤال. لكن لو سألت حضرتك انه هنا بقى يعني بعين المقاتل وبعين الدارس، انه لو قلنا قيمة هذا الرجل في حياتنا العسكرية والسياسية تلخصها لنا في ايه؟ اول حاجه نقول ان هو الضابط الوحيد في تاريخ مصر اللي خاض 5 حروب. الضابط الوحيد في مصر الذي كان وزيرا للدفاع لمده 20 سنه متصله. انه القائد الذي، انت قلت اصطلاح حلو قوي، انه مش حكم البلاد، انت قلت ايه؟ هو رئيس الدوله. رئيس دوله لمده 20 شهر مر بيها في أسوأ فترات مرت فيها في العصر الحديث. لا يمكن مصر هتعدي مثل هذه الفترة في 20-30-40-50 سنة زي ما عدى وعدى بيها بر الأمان. بعد كده تقول إيه؟ إنه هذا الرجل غير إنه رجل مخلص وطني، إدى كل حاجة لهذا الوطن، فأعتقد كان تكريمه عظيما. صحيح رئيس صحيح. أنا في حاجة، لأنه في صورة ما فيش حد شافها كتير، عاوزك تقول لي بس قصتها، اللي هي صورته وهو بيلعب بلياردو، لأن هو إحنا عارفين اهتمامه بكرة القدم. فدي اخر حاجه، لانه دي صوره. ايه قصه الصوره دي؟ احنا كنا بنفتتح نادي من نوادي الابطال ونادي ضباط الصف. وانا كنت مسؤول عن هذه النوادي. فنوادي ضباط الصف كانت دايما مش ما بتاخد حق، فما عملت لهم صاله بلياردو، قال لي سمير بلياردو نادي ضباط الصف، قلت له والله مش دول زينا. ففضل قال طب انا هبقى اول واحد يلعب ولعب معانا في يعني الصف. ربنا يرحمه ويكون كل دعاء المصريين من ويستحق يعني هذا الدعاء فعلا من صحيح. القلب فعلا. صحيح. بشكرك جدا وعلى العهد بحضرتك طول الوقت، يعني تقول ما لا يقوله الاخرون. شكرا جزيلا لواء اركان حرب دكتور سمير فرج على هذا الحوار، وبشكر حضراتكم. نلتقي غدا ان شاء الله، وتصبحون على وطن.